مشاهدينا، فرقة يو تي ان وان هذه فرقة مكونة من مجموعة من الشباب العراقيين اللي يقدمون أغنيات بالأغنيات أجنبية وأغنيات عربية. تواصلت هذه الفرقة مع جمهورها في السويد. كاميرا كريستال كانت حاضرة وأجرت معهم لقاء، نتعرف من خلال هذا اللقاء على آخر أخبارهم وأعمالهم الفنية. Longing for old days when I had such a perfect night, with simple dreams to share my life with someone who cares for me. Came into my life, turned it upside down. How could this be? I'm under your spell. I need you to comfort me. I ask you, my love, eternally. إذن البغدادية لا تزال متواصلة لهذا اليوم مع فرقة يو تي ان وان في العاصمة السويدية ستوكهولم. سوينا في جولة حلوة ويا الشباب هنا ووصلنا للمحطة الأخيرة. تواصل ويا الحوار وياكم شباب، وأخلد أريدك يعني تسولف لي أو تحكي لي عن أكو سؤال أزلي دائما يطرح عليكم، هو اسم الفرقة اللي هو يو تي ان وان. يعني أحيانا أكو فرق مثلا القديمة اللي هي آبا أو غيرها، إنه دائما يأخذون اسم الأول من كل شخص، لكن المتتبع لكم ما بيها هي هذا الشيء يعني. صحيح. فشنو التسمية اللي ممكن يتوضحها؟ هي مشكلة هامة، لأنه يعني حتى مو كل الناس ده تحفظ الاسم يعني مثلا. نعم. أو خاصة أول ما بلشنا بجميلة بالعربي. نعم. كلهم يقولوا هاي فرقة جميلة، فرقة جميلة، ما يعرفون الاسم. حتى من يسمع جميلة. الاسم مرة يعني يو تي ان وان يعني انه يسمعها يعني ما يعني يذكرها. يعني كل هذا الاسم فد نقطة سلبية على الفرقة؟ لا هو شوف احنا. نعم. من بدينا كان اسم هو اسم الفرقة هذا مختصر. أوكي. الاسم الطويل هو unknown to no one، اللي هو ارت اللي طلع بفكرة اللي هو مو موجود ويانا يعني اليوم اللي مو موجود لانه دائما هو اللي يسال السؤال هسه مو موجود. معنى الاسم بالعربي يعني اللا معروفون للا احد. هذا الاسم هو شلون تقول هو عتبة الخير علينا يعني. أوكي. هو من بدينا شلون تقول قصته خير علينا، فقلنا انه خلص يعني مثل قسمه انه مكتوب لنا انه هذا يكون اسمنا والشيء اللي نشتغل باسمه، وهو خير من بدايته يعني. نعم. شلون تقول ان شاء الله خير دائما عليك، ان شاء الله دائما يكون. وبعد ما نقدر بصراحه نغير لانه تاخذك سنين حتى تكون يعني هو. نعم. الفريق يكون مثل كانما دا تبني شركه او دا تبني شيء معين يعني. فكل ما يمر عليه زمن كل ما يصير احسن وياخذ خبره اكثر. الخطوه الاولى دائما مهمه حتى بتسمياتك. فكره ارت شنو يعني اللا معروفين. اول ما تسمع يعني او تقرا الاسم اللا معروفين، فهو يعني قصده انه بدينا لا معروفين بس بعدين حلمنا لا احد. صح. يعني انه معروفين لكل الناس. فهاي كانت فلسفه او فكره ارت. لك اي خلافات ماكو بالفرقه؟ ظهور نديم من الفرقه هو كان بارادته، هو اختار طريق ثاني بحياته، راد يتزوج الولد وفعلا هذا اللي راده واختاره وطلع. بس تعرف انت الفرق العربيه او الاجنبيه دائما تشوف تلاحظ عضو يطلع وعضو قديم مثلا عضو جديد يدخل بالفرقه. نعم. يعني بس التكوين الاساسي كنا هذا الاربعه، انا واخلد ارت وحسن، بعدين اجى نديم، وبعدين اجى شخص اخر كان اخلد بوقت مسافر يعني كمل اجى واحد مكان ديار طلع رجعت انا. يعني انه الفرقه دائما معرضه لانه يعني خمس شخصيات او اربع شخصيات كل من له ظروفه، ما تقدر تجبر واحد على شيء. هو صح قلبه ويا الفرقه ويحب الفرقه، بس مرات تجي ظروف. نعم. تضطر انه يعني تترك يعني او يعني ما تعرف. يو تي ان وان ماشي الحال.